والجوع هو اشتداد الحب في قلب الذي يناجي محبوبه، فإن زاد هذا الحب في هذا القلب تحول من نجوى خطاب سري إلى قمة اللهيب في القلب ليكون في مقام الجوع. فعندما يشتد حبه وقربه وإخلاصه واحتياجه لله ولرسوله ولمحبوبه في الدنيا، لأبيه، لأمه، لزوجه، لزوجته، لأبنائه، لجيرانه، لأصحابه، لأحبابه، يناجيهم.